تحكي على سبيسيال ولازم تحكي على سبيسيال. بس كنت تحكي على موتيفاسيون ولا تحكي على حاجة؟ مادام تحكي على موتيفاسيون في الدربي خاطر تبدا موتيفي واحد ديجا كيقول لك الدربي تبدا موتيفي. التحضيرات شنو التحضيرات الأهم حاجة هي تحضر مونتالمون ذهنيا تحضر روحك بالكدا وتكتيك مون واحد هذاك مع الكوتش تاعنا معناها محضرين كوميك مع الدكتور النيزيونال نعرفوا كل كبيرة وصغيرة ونعرفوا الدرجة كبيرة معناها مانيش أول مرة شنو نقول نعرفوا نقاط القوة شنو هي ونقاط الضعف ونحاولوا نلعبوا على نقاط الضعف تاع الأدفيرسير تاعنا هذيك هي معناها ديك اللي تاع الماتش تاع الكبير هما زاد لي بتي ديتاي اللي تشوفهم في الماتش حاجات بسيطة وصغيرة هي اللي باش الديربي نتاعك هذا نمرة كم؟ الديربي نمرة 8 نمرة 8 سيئة يعني خذيت عليه لا قداش ربع قداش خاسر؟ ربح 7 7 لا بس بلا بوعد لو بتشوف